كلها أسرار، وكل منا يبحث عن سر للتملك لكي يعيش برخاء وسعادة. فمن لا يرغب منا أن يتملك عقار، سواء كان للسكن أو للاستثمار، ولكي نحقق ونصل إلى هذا المراد لابد منا فهم أسرار التملك العقاري الذي شكل نص كثير من لكثير منا. إحنا عندنا هوم فاينانس اللي هو التمويل العقاري، وعند شيء اسمه منزل، يعني شراء بيت جاهز أو بناء. مو كل المطورين يتنافسون هيد تو هيد على البرايس بير سكوير فيت، لازم يكون في ثيم، لازم يكون في أفكار مختلفة، والبرودكتس في نفس الوقت لازم تكون متنوعة. أول شيء إن السكن هو أصلاً عجلة شو دوران الاقتصاد، من ما تبني لين ما تفرش، يعني لين ما تكون أسرة وعيالك، يعني هي العجلة. Yes, it is the right time to invest.